حسام طبعا علاقتك بيه جيده؟ اه طبعا نعم. حسام من الفتره الاخيره بيجي يلعب معانا في فرقه الشمس، واخويا حسام مريم نعم. دول اخواتي. لا مين اكتر واحد بيدلعك في التحكيم في فرقه الشمس؟ كابتن شوبير. طيب لازم تصيطني كده ربيع الله يسميله يسلمك، ايدر وضع الناس ايدر. انها بس خلي بالك انت عندك لمحات لحد دلوقتي والله العظيم. فاكر الجول اللي بالشمال ده ورحت مديها كده بالشمال. نرجع لا لحسام. حسام قيمه كبيره جدا، ومن حقه ان يبقى موجود في مدرب منتخب مصر، لان هو حسام مدرب ماشي مجتهد بيحاول، نجم كبير جدا، نتائجه يا خد كابتن فرصته. ربيع، انا كنت دايما اقول له حسام ما تخليش الناس دايما تتكلم عن الروح بس، خلينا نتكلم عن الفنيات. اه ده شايف المهم. انه نتائجه واداؤه بيبين انه ما شاء الله عامل شغل وشغل فني وماشي بخطه محسوبه. هو النتائج باذن الله هتبقى كويسه، لان الفرقه مع احترام شديد لما جيت اتحاد الدولي ونظم تصفيات افريقيا، تصفيات كاس العالم، خلى كل افريقيا في التصفيات يا كابتن شوبير.